تبارك ذو العلا والكبرياء تفرد بالجلال وبالبقاء شقي لقد رضيها بتمزيق لدينه يشتريها ويقصد إن يكون فيها وجيها ولا يطلب علو القدر فيها وعز النفس إلا كل طاغي يمر زمانه فيها يصلي بساعات وأيام توالي ولا فيها مذاق قط حالي وإنا لن نفيس من المعالي فليس لنيلها طيب المساغي يشيد المرء في دنياه حرزان ويبسط تحته صوفا وخزان وأسقام تمز العمر مزان إذا أبلغ المراد علا وعزان تولى واضمحل مع البلاغ مثال
ليخشى ربه فيما جناه إذا ما الموت يوما قد فجاه كقاصر قد تهدم حافتاه وقد صار البناء إلى الفراغ بذلت النصح في سري وجهري لما قاسيت في عمري وعصري وما حصلت يغويني بفكري أقول وقد رأيت ملوك عصري ألا لا يبغيان الملك باغي تبارك ذو العلا والكبرياء تفرد بالجلال وبالبقاء.